السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الأركيكاد بيجي جواه ايكو ديزاين بحيث ان هو يقدم لي حيل الأفكار في مجال الاستدامة. من ديزاين بقول له انرجي ايفالويشن، واختار انرجي موديل ريفيو، وبيبقى هنا عندي سيرمال بلوك، وممكن هنا حاجة خاصة بالاستراكشر وحاجات خاصة بالاوبننج، بحيث تقدر تعمل سيلكت عليها وتقدر ان انت تشوفها في ال 3D بالشكل دوت. وممكن اجي من هنا واقول له ان انا عايز اشوف ال environment setting، فبيبدأ يقول لي اللوكيشن. تقدر تقول له انا عايز اختار اللوكيشن، البروجكت نيم، خطوط طول العرض بتاعتي، التايم زون، وهكذا. وتقدر تختار الزاوية بتاعت الشمال زي ما انت عايز، الجريد ليفل، الاوفست ديستنس، وممكن هنا نشوف بقى ايه الويند بروتكشن بالشكل دوت من كل اتجاه من الاتجاهات. ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اشوف الكلاينت داتا، فبيبدأ يعرضها لي بالشكل دوت. ممكن تقول له داونلود فروم الاستروفيت كلايمت سيرفر، او انا عايز استخدم الاشري لو انت عندك الملفات بتاعت الاشري. وهنا ده انا عايز مثلا الحاجات الخاصة بالدراي، او عايز الحاجات الخاصة ب تبدأ تختار ايه الحاجة اللي انت عايز تشوفها. وهنا مش بس بيوريك الاير تمبريتشر، ممكن تقول له انا عايز حاجات خاصة بالسولار فيبدأ يوريها لك، بالويند سبيد فيبدأ يوريها لك، انا اشوفها باي شكل من الاشكال، بالشهر او بالويك او باليوم او عدد ساعات معينة، ويند روزر بالشكل دوت. ففي اكتر من طريقة عشان تعرض المعلومات الداتا بتاعت المناخ اللي في المنطقة ديت. وبعد كده لو جيت هنا وقلت مثلا عايز البيلدينج سيستم، فيبدأ يعرضهم لك، وتقدر تضيف بيلدينج سيستم جديد، وتقدر تشوف المعلومات الخاصة بالهيتينج اند كولينج والديستراكت هيتينج. ممكن تقول له بيلدينج سورس فاكتور، فيبدأ يجيب لك كل سورس زي الوود، زي السي او سويل، البريمير انرجي بتاعهم قد ايه، والسي او تو بتاعهم قد ايه، عشان دي ممكن تخش معانا في الحسابات. الانرجي كوست يبدأ يجيبهم لي، والبرايس تقدر تعدل فيهم وشوف هتخليهم بأني عملة تبقى موجودة. طيب لو انت بقى رجعت تاني للمشروع بتاعك وقلت له من الديزاين، قلت له انا عايز الانرجي ايفالويشن والانفيرمنت سيتنج، فهتلاقي نفس الشاشة اللي كنا شفناها. ممكن تقول له بقى ديزاين، تقول له انرجي، وتقول له اوبريشن بروفايل، فيبدأ بقى يجيب لك بقى الاريا، يجيب لك لو هي كافيتيريا كل اريا ممكن تتعامل معاها ازاي، وكل واحدة من دول ليها الداتا تقدر تضيف عليها وتعدل فيها زي ما انت عايز.